هو انسان حر لا تحتويه جدران زنزانته ولا تمنعه القيود من هزيته في الهواء هاتفا ضد الدكتاتوريه والاستبداد. لقد تمرد على قوانين السلطان يريد ان امن بالله وناصر جهدك الله لا تمحو ذكر الاسرى وان له قعد موعد قصاص وموقف حساب لن تفلت منه باذن الله. الروح بالدم مجدي تواصل يا سيدي 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 ي